النهاردة انتشرت الدعوات للتظاهر في ميادين مصر يوم الجمعة اللي جاية. في عدد من الحركات السياسية دعت للتظاهر أمام قصر القبة تحت شعار كش ملك، وعلى الفيسبوك خرجت دعوة لمظاهرات في مناطق مختلفة تحت شعار الطريق إلى الانتصار أو عملية التحرير. أما جماعة الإسلامية وعدد من الأحزاب المتضامنة معها فدعت لمليونية لا للعنف بميدان جامعة القاهرة أمام تمثال النهضة. يعني ثلاث دعوات للتظاهر في يوم واحد بمطالب وشعارات مختلفة. النهاردة استمر غلق مجمع التحرير لليوم الرابع، وده أثار غضب ناس كتيرة جاية من المحافظات علشان تخلص أوراقها ومش عارفين بقالهم 4 أيام يخلصوها. نشوف التقارير من هناك ونرجع تاني. لليوم الرابع على التوالي وأزمة مجمع التحرير لا تزال مستمرة. احنا كنا قافلين المجمع فعلا بقالنا 3 أيام، اتفتح النهاردة عشان برضو الناس اللي وراها مصالح والناس اللي متعطلة مصالحها. الصور كلنا احنا مشينا وسيبنا المجمع وفتحناه وشايلين الحديد بتاعنا. مين اللي قافل المجمع؟ اللي قافل المجمع الموظفين وبتوع الامن بتوع المجمع. موظفة في المجمع المجتمعات العمرانية الجديدة، احنا لينا النهاردة رابع يوم بنيجي لحد هنا هوت، ومش حاطين ما بين هنا وما بين الوزارة في العجوزة. ده اللي احنا شايفينه بقالنا 4 أيام، وموقوف حال الناس وموقوف حالنا، ومش حاطين ومتبهدلين، مش عارفين لحد امتى كده. ممنوع موظف يجي تاني من قبلنا. اطلب من الدولة يسعفوا الناس دي اللي جايه من الصعيد واللي جايه من اسوان واللي جايه من هنا واللي جايه من الفيوم ومن بني سويف واللي من منيا عشان يخلصوا ورق. اللي عايز يطلع جواز مش عارف، اللي عايز يطلع شهاده مش عارف. انتوا ضد مين كده؟ انتوا ضدنا احنا الغلابه، ضدنا احنا. احنا عاوزين نسافر، هنسيب لكم انتوا لقمه عيش. انتوا والله تصرفوا، جهه معارضاكم روحوا لها، بس ما تعطلونيش. احنا انا جاي من الصعيد، يعني 3 أيام اعيش ازاي؟ انا دلوقتي عايز شهاده حركه عشان اقدمها في النقابه. بقالي 3 أيام كل يوم اجي هنا، وقبلها برضو الموظفين جوه مش عايزين يخلصوا. نعمل احنا ايه؟ ولا حد سال فينا، نكلم مين ونجيب ورقنا من مين؟ نائب المحافظ امبارح طلع وقال النهارده المجمع مفتوح. جينا كلنا من اخر الدنيا باسم المجمع مفتوح، لا مجمع مفتوح ولا حاجه مفتوحه ولا عملنا حاجه. انا بقالي 5 أيام مستني تاشيره السفر ومش عارف اجيبها، كل يوم اجي هنا يردي مين دوت؟ ما بيرديش حد. ده كده حرام. مصلحه مين ده؟ العطله دي يعني هنكسب احنا من ورا الكلام ده؟ مصالح متعطله، والسؤال لدى اصحابها واحد: متى سيفتح مجمع التحرير؟ إيمان توني، 90 دقيقة، قناة المحور.